بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق والبشر. أما بعد أحباب في الله، ها يتجدد بنا اللقاء ونتكلم اليوم عن موضوع مشوق. هذا الموضوع يشتاق إليه كل مؤمن ومؤمنة. أحباب في الله، هذا الموضوع يتكلم عن وصف الجنة. هيا بنا لنتعرف على عدد أبواب الجنة، وهي ثمانية أبواب، ما بين المصراعين في كل باب بين مكة وبصرة. انظر أخي الكريم، مسافة كبيرة بين مصراعي الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالدخول من هذه الأبواب. ثم أخي الكريم، هيا بنا لنتعرف على الجنة 100 درجة. كل يسكن في هذه الجنة بحسب أعماله التي عملها في الحياة الدنيا. فأخي الكريم، الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة وأختها، ما بين السماء والأرض. فانظر إلى هذا الفضل العظيم والفضل الكريم. ثم أخي الكريم، هيا بنا لنتعرف على أن الجنة فيها خلود دائم، لا موت فيها، لا يذوق فيها المؤمن موت. فنعيم خالد. ثم أخي الكريم، أن ريح الجنة ريحها طيب، وترابها المسك، وملاطها اللي هو الأسمنت اللي ما بين الأحجار المسك، وأنهارها الأنهار تجري على المسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. ثم أخي الكريم، هذه الأنهار متعددة ومتنوعة، فهناك أنهار من عسل، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من ماء غير آس. كل هذا أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. فحري بنا أن نشتاق إلى هذه الجنة ونعيمها. ثم أخي الكريم، حصباؤها اللي هو الحصى، اللؤلؤ والياقوت. يعني الحصى بتاعت الجنة من اللؤلؤ والياقوت، جواهر أحباب في الله. هذا من النعيم الذي أنعمه الله سبحانه وتعالى على عباد المؤمنين. ثم أخي الكريم، هناك شجر في الجنة، والشجرة في الجنة شجرة عظيمة، يسير فيها الراكب سير مسرع سريع، في ظلها 100 عام لا يقطعها. يعني يركب فرس كده ويسير بسرعة كبيرة جدا، وهو ماشي تحت ظلها يمشي قرابة 100 عام لا ينتهي من ظل هذه الشجرة. انظر أخي الكريم إلى فضل الله العظيم والفضل الواسع. ثم هيا بنا أحبابي لنتعرف على نعيم أهل الجنة، أن عباد المؤمنين قد تعبوا في هذه الحياة الدنيا ومروا بابتلاءات ومصائب وهموم ومشاكل وأمراض، كل هذا عناء في هذه الحياة الدنيا. ثم أخي الكريم، يأتي يوم القيامة وقد يتعرض فيه المؤمن لأهوال شديدة، وتعرض فيه
لاختبارات كثيرة، منها يوم الحشر والمرور على الصراط وتطاير الصحف وأخي الكريم القنطرة التي فيها يلتقي العباد بعضهم ببعض ليأخذ كل واحد حقه. كل هذه الابتلاءات أحباب في الله، ثم يمن الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المؤمنين جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، أن يدخلنا جنات النعيم التي وعدها الله لنا. ثم أخي الكريم، إن من رضوان الله سبحانه وتعالى وأعظم نعمة وأجمل نعمة في دخول الجنة هي رؤية وجه الله الكريم. هذه أعظم نعمة أحبابي في الله. دعك من كل النعمة التي موجودة في الجنة، لكن أهم وأغلى وأعظم نعمة هي نعمة النظر إلى وجه الله الكريم. فكلنا نحب أن نرى الله سبحانه وتعالى ونشتاق إلى الله، كلنا يحب نعيم الجنة وما فيها من أشياء جميلة وأشياء عظيمة وأشياء نتمنى أن نتمتع بها، ولكن الأجمل والأفضل والأحسن أن ترى وجه ربك الكريم. فأخي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة قاف، يقول ربنا سبحانه وتعالى، انظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفسر بعض المفسرين أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. فكلنا نشتاق إلى أن نرى الله سبحانه وتعالى. ثم أخي الكريم، إذا نظرنا إلى أعمارنا في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويجمعكم فيها، أن عمر المؤمن فيها 33 عاما، ويقال هو السن اللي كان عليه سيدنا عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء، شباب في منتهى القوة منتهى الفتوة، لكي يتمتع بنعيم هذه الجنة. ثم أخي الكريم، أن طول هذا المؤمن في الجنة 60 ذراعا، وهو على صورة آدم عليه السلام. أخي الكريم، أن في الجنة مؤمنون صالحون متقون إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ألبسهم نورا من نوره، فتجد وجوههم حسنة. من صفاتهم أنهم وجوههم حسنة، كذلك أن قلوبهم طاهرة وعامرة بالإيمان وكلام الله سبحانه وتعالى. يدخل الجنة ولا ينالها إلا من أتى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، قلوب سليمة من الأحقاد والغل والكره، قلوب خالصة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من أمراض القلوب، وأن يجعلها طاهرة
مليئة بالإيمان، عامرة بالإيمان وعامرة بكلام الله سبحانه وتعالى. ثم أخي الكريم، أن أهل الجنة لا يعكر مزاجهم ولا يسمعون فيها لغوا ولا باطل، يسمعون الكلام الجميل الطيب. ثم أخي الكريم، إذا نظرنا إلى أزواج المؤمنين في الجنة، هم زوجاتهم من الحور العين. ومن هم الحور العين وما صفاتهم؟ هم نساء الجنة أعدهم الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وهن ذوات الحسن والجمال. لو أطلت إحداهن بوجهها على الأرض لغلب نوره نور الشمس، يعني حورية جميلة لها من الحسن والجمال والبهاء الشيء العظيم، منظر جميل يعجب أي مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحور العين. ثم أخي الكريم، هيا بنا لنتعرف على عرق أهل الجنة، وهم العرق ليس يعرقون كما كانوا في الدنيا، ولكن عرقهم ورشحهم عبارة عن مسك. وأهل الجنة لا يتغوطون ولا يبثقون وينعمون فيها ولا يبأسون. ثم انظر أخي الكريم إلى شراب أهل الجنة، وهم يشربون من عين السلسبيل، كما قال الله سبحانه وتعالى: عينا فيها تسمى سلسبيلا. فهذه العين عين ماء عذب، ماء جميل للمؤمنين أعده الله سبحانه وتعالى لهم. فانظر أخي الكريم إلى هذه الجنة وما فيها من نعيم مقيم ونعيم دائم. فأي عاقل، أي إنسان عاقل وهبه الله سبحانه وتعالى نعمة العقل لكي يقف مع نفسه ويتدبر ويتأمل كيف يبيع هذه الجنات التي عرضها السماوات والأرض بمتاع زائل في هذه الحياة الدنيا، أو شهوة زائلة في هذه الحياة الدنيا، أيا كانت الشهوات في هذه الحياة الدنيا، إذا كان مال أو نساء أو ذهب أو فضة، كل هذا أخي الكريم فسوف يزول ويخرج الإنسان من هذه الدنيا عاريا، لا يخرج منها إلا بالكفن وأعماله الصالحة. هذا هو ما يأخذه في هذه الحياة الدنيا. أما فيما عدا ذلك أخي الكريم، فإنه سوف يترك كل ما امتلك في هذه الحياة الدنيا من أموال وملابس وأولاد ومنازل وبيوت وحدائق، كل هذا سوف يتركه أخي الكريم، يتركه المؤمن في هذه الحياة الدنيا ليرحل إلى الله سبحانه وتعالى ويلتقي إلى الله سبحانه وتعالى. فأخي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى ويرزقنا الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئتنا، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من فعل وقول وعمل، ونستعيذك من دخول النار وعذابها وكل ما قرب منها من فعل أو عمل، ونسألك الجنة ونسألك الجنة وما فيها من نعيم، ونستعيذك من النار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عنها. اللهم اصلح لنا أولادنا، واصلح لنا نساءنا، واصلح لنا زوجاتنا،
واصلح لنا أهلنا يا كريم، وتقبل منا القيام والصيام وسائر الأعمال، واغفر لنا وتب علينا وسامحنا، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي واهدي رب اغفر لنا واهدينا واصلحنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا كريم. أحباب في الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات، فالتعليقات مهمة وتسعدني تعليقاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ويجمعكم في جنات النعيم. أحبابي في الله، نتمنى أن يكون هذا المقطع قد أفادكم وأفادني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم به ويغفر لي ولكم. أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحبابي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم ومن الدعاء لي بظهر الغيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالكم ويهديكم ويصلح بالكم ويجزيكم خير الجزاء على سماع هذا المقطع ومتابعتي، ويجمعنا الله سبحانه وتعالى في ظل رحمته وظل يوم القيامة، ويدخلنا الجنات ويدخلنا أعالي الجنات بفضله وعفوه وكرمه ومنته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. سعدنا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله.